يا إخواني، الإيمان من الله عز وجل، الإيمان الله عز وجل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قلنا من أحكام الحيض أنه تحرم فيه الصلاة ولا تقضى، وليس فرضا يسقط، بينما الصيام يحرم فيه الصيام ولكنه يقضى. فجاءت معاذرة رحمه الله من قوة، يعني قد يكون يقينا، ولا شك أنها كانت شابة، هي طبعا هي توفيت وعمرها 83 سنة، لكنها في ذلك الوقت أكيد كانت شابة، وكانت يعني بدأت في التعبد أو في تحصيل العلم. فجاءت تسأل فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ في ذلك الوقت كان ظهر الخوارج، يعني عائشة رضي الله عنها أدركت الفتنة بين الصحابة، بين عائشة رضي الله عنه والخوارج حينما خرجوا على علي، والخوارج متشددون جدا ولهم آراء شاذة، منها أنهم يرون أن الحائض تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصلاة. فقال لها عائشة: أحرورية؟ حرورية طبعا نسبة إلى حروراء، حروراء هذه قرية بجوار الكوفة، قرية بجوار الكوفة، هي أول ما خرج منها الخوارج، أول فرقة خوارج خرجت منها حروراء، فنسب الخوارج إليها، فقيل حرورية، يعني منسوبون إلى هذه القرية. ثم صاروا فرقا، الخوارج الأزارقة وغيرهم. فعائشة رضي الله عنها قالت: إيش السؤال هذا؟ هذا ليس سؤال أهل السنة ولا سؤال يعني المسلم لما جاء عن الله وعن رسوله. فقالت: أحرورية أنت؟ إيش السؤال هذا؟ قالت: لا، أنا فقلت لست بحرورية، لست خارجية، لست من الخوارج، ولكني أسأل، بمعنى أن سؤالي للعلم، وليس سؤالي اعتراض، وليس استشكال، وليس سؤالي يعني عدم رضا بما عليه المسلم، بما عليه المسلمون، وأنهم يقولون، المسلمون كلهم يقولون بأن الحائض لا تقضي الصلاة. فلما سألتها استشكلت عائشة: أحرورية؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فعائشة رضي الله عنها أجابتها جوابا عجيبا، جواب فعلا يتناسب مع الخوارج، ويتناسب مع من ينهج نهج الخوارج، من حيث التشدد، ومن حيث التعمق في الدلالات، والتعمق في تلمس العلل والأحكام الأسباب. فقالت، أجابتها جواب، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نقضى، بس، بمعنى هذا الذي نحن فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تدخل معها بنقاشات، ولم تدخل معها بتعليلات، إنما يعني أوقفتها على النص بس. فقالت: كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بقضاء الصوم بس، عجبك أو ما عجبك أو كذا، هذا اللي حالي. كان عائشة طبعا، عائشة كانت فقيهة وعالمة، وكان بالإمكان أن تعلل وتقول كذا كذا، لكن لا، أرادت أن تؤدبها، وأرادت أن تقيمها على المنهج. قال: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بمعنى ما جاء من عند الله وعند رسوله
صلى الله عليه وسلم نحن نرضى به ونسلم. ويا إخواني هذا هو الذي ينبغي، ينبغي على طالب العلم أن يوطن نفسه وأن يربي نفسه على قبول كل ما جاء عن الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وأنا أوصي خاصة طلبة العلم أن يوطنوا أنفسهم ألا يشتغلوا بالحرص على العلل، وإن كان لا مانع أن تطلبها وتسأل عنها، لكن لا تكون هي شغلك الشاغل. وطن نفسك على أن تكون مؤمن وأن تكون مسلم غاية التسليم، وراضي غاية الرضا، ومقتنع كل القناعة بما بلغك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن المؤمن. وسيأتي معنا في خبر مسعود في أدب طالب العلم في كتاب الصلاة. فمن أدب طالب العلم أن وخاصة إذا كان في مبتدأ طلب العلم أن يوطن نفسه أن يعني يكون عنده من القبول وعنده من الترحيب وعنده من الإشراح وعنده من 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 من, من السعة في أن يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله، ولا يشتغل بالعلل أو يشتغل يعني التنقيب الشديد. ولهذا أحيانا يا أخواني الذي يبتلى بمثل هذا غالبا يكون عنده جفاء، ويكون عنده جفاف، ويكون عنده نوع من الغلظ، غلظ في القلب، وغلظ في الطبع، وغلظ في السيرة والمسيرة. بينما إذا أنعم الله عز وجل عليه فألقى عليه التسليم، وألقى عليه الرضا، وألقى عليه قبول والمسارعة في قبول ما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من نعمة الله عز وجل. لماذا؟ يا إخواني الإيمان من الله عز وجل، الإيمان الله عز وجل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلا الإيمان ليس مرتبطا بالذكاء ولا بالعبقرية ولا بالحرص على 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 التوسع في المعقولات، لا، الإيمان شيء يضع الله ويقر في القلب. ولهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا تلاحظون في الأمم الأخرى وفي الكفار خاصة بشتى دياناتهم عباقرة وعلماء مخترعون مكتشفون، يعني عندهم من الفنون المعارف والعلوم والعبقريات والذكاء منقطع النظير، ولكن لم يهديهم الله عز وجل، بل أشد من ذلك وأنكى يعبدون الحيوانات، يعبدون القرون، يعبدون البقر، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون شيء عجيب القبور. فالإيمان من الله عز وجل، وإن كان طبعا لا شك في براهين وحجج هذا لا تنكر، ثاني يعني الذي يدعو الله عز وجل يدعو بالحجة والبرهان، لكنه يدعو ويعلم أن الهداية بيد الله. فحينما تدعو إنسانا وتقيم على الحجة لا يعني لا 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 لا, لا, لا كما قال النبي فلعلك باخع نفسك ألا يكون المؤمنين، لا، باخع يعني قاتل، بل قال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت، وقال له إن عليك إلا البلاغ، وقال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
فالهداية بيد الله عز وجل لا تخضع لعبقرية ولا لعقل ولا والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يسلم صناديد قريش وكبراء قريش وعقلاء قريش وحكماء قريش، لكن ما أسلم إلا بعضهم متأخر وبعضهم ما أسلم، ولكن يحب أن يسلموا هؤلاء لأن لهم أتباعا ولأنهم أيضا يعني يكون فيهم عز الإسلام، لكن ما الله 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 له الحكمة، بل أكثر ما يعني يبدأ في الإيمان المستضعفون والضعاف. المقصود أنك أيها المسلم وخاصة طالب العلم عليك أن توطن نفسك على الرضا وعلى قبول ما جاء من عند الله عز وجل، ولا يعني تجعل العلل والمعاني والمعقولات تسيطر عليك. نعم قد تكون الحمد لله من ذوي الذكاء وتكون فعلا تحسن، وهذا خير كثير أن تعرف المعقولات والعلل وتحسنها جيد، لكن لا تكون هي يعني التي تقودك، بل أنت الذي تقودها. وخاصة يعني إذا يعني بعض العلماء يكون فعلا يعني له تميز في المعقولات، في علم الفقه، في علم أصول الفقه، في علم يعني المنطق، في علم يعني بعض علوم الكلام أو علم الكلام قد يكون عنده تميز، لكن هذه أحيانا إذا أغرق في الإنسان قد ينحرف كثيرا يعني. ولهذا كثير ما يعني بعض يعني فلاسفة المسلمين كالرازي والرازي يعني ندموا على ما دخلوا فيه، لأن يعني ما تؤدي إلى شيء، مع أنهم كانوا يعني كما قال أعطوا عقولا أو أوتوا يعني ذكاء وأوتوا ذكاء وأعطوا عقولا وأوتوا فهما، فمشكلة. فالمقصود أن الطالب العلم عليه أن يوطن نفسه على الرضا وعلى القبول وعلى تقديم النص، وإن فهمت علته الحمد لله، وإن لم تفهل فليس العلة في النص، العلة في رأسك وفي عقلك، يعني أنك إذا لم تدرك الحكمة أو العلة فعليك أن تقول رضينا وسلمنا، وأن غيرك سوف يدركها. ولهذا كم ترك الأول والآخر، ولا شك قطعا نقطع قطعا جازما أن كل أحكام الإسلام لها حكمة ولها حكمة، وما شرع الله شيئا إلا لحكمة، بل ما خلق الخلق كله إلا لحكمة، فكل خلق الله وآيات الله كلها في حكمة، لكن ندركه أو لا ندركه. فأنت لا تشتغل بهذا يكون شغلك الشاغل، بحيث أنك يعني تعتمد عليه بحيث يقسو قلبك أو قد تنحرف، نسأل الله السلامة. لا، اجعل قاعدتك هي الرضا والتسليم والقناعة وتقديم النصوص على فهمك وعلى عقلك وعلى يعني ما قد تراه من علة أو ما تفتقده من علة أو تفتقده من حكمة. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام، ولأن لو تأتي مناسبات أيضا نذكر بهذا، ولا سيما سيأتي معنا حديث ابن مسعود في كتاب الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.